بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي كمان توقعات بظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق قد تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس، خاصة إن في طبعا السحب المنخفضة والجو غائم كده بقالنا كذا يوم، وفي الفعل هل يكون في أمطار النهاردة؟ هو طبعا احنا الحمد لله مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، وكمان انخفاض درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه، لان ما زلنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب المنخفضه او المتوسطه اللي بتحرك جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فبتساعد على انخفاض درجات الحراره. مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا معتدله بشكل كبير في درجات حرارتها. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 30 درجة مئوية، فبالتالي الأجواء فترات النهار هتكون أجواء خارجية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال الصعيد، أجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترات النهار وتحديدا في فترات الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، بيكون مخصوص أكثر في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، أجواء لطيفة جدا في معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة كمان لطبعا يوم مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار وكميتها تختلف من محافظة للتانية، هتكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والعلمين والإسكندرية، كل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت كمية الأمطار أقل، فهتمتد الأمطار خفيفة لبعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الشرقية، محافظات الوجه البحري، وقد تصل الأمطار كمان لمناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من مدن القناة، لكن مجمل الأمطار في كافة المحافظات غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بالإضافة كمان نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات هيساعد بشكل كبير على إحساسنا لمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. طبعا الشبورة المائية ما زالت تتكون خلال فترات الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه مش زي بتاعه الاسبوع اللي فات تماما، لان الاسبوع اللي فات كانت شبوره مائيه خفيفه بالظبط، لكن الشبوره المائيه خلال هذا الاسبوع هي شبوره مائيه خفيفه مش بتاثر بشكل كبير على حركه المرور، وبتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس تقريبا 7 8 صباحا بتبدا تدريجيا الشبوره المائيه في الاختفاء. الاحوال الجويه الحمد لله مستقره تماما، يعني حتى الظواهر الجويه الموجوده معانا مش هتسبب اي تعطيل لاي اعمال انشطه يوميه، مفيش اي تقلبات جويه واضحه، بل بالعكس طبعا تحسن في قيم درجات الحراره، وده متوقع ان يكمل معانا لنهايه هذا الاسبوع مطلع الاسبوع القادم على الاقل باذن الله. دي اخبار حلوه جدا بالنسبه للناس، لان انخفاض درجات الحراره بشكل ملحوظ ده هيفرق معاهم بشكل كبير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، على المتابعه اليوميه معانا في صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 30، الصغرى 23، العاصمه الاداريه 31، 22، اسكندريه 28، 22، العالمين الجديده 28، 22، مطروح 27 21، دمياط 28 23، بورسعيد 29 23، الإسماعيلية 31 21، السويس 30 22، العريش 29 22، كاترين 28 18، طابة 30 24، حلايب 33 26، شلاتين 35 25، شرم الشيخ 35 26، الغردقة 35 25، الفيوم 31-23، بني سويف 31-23، الوادي الجديد 37-23، أسيوط 32-22، سوهاج 33-24، قنا 38-25، الأقصر 38-26، وأخيرا أسوان 39-26.
26. في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع بعض الأمطار الخفيفة على معظم محافظات الجمهورية، يعني هنعيش أجواء خريفية معتدلة الفترة دي حتى نهاية الأسبوع. خلصنا كده جولتنا في أحوال الطقس، هرجع مرة تانية لأحمد وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، وشكرا موصول للدكتورة منار غانم.